تفرق في ايه معايا انه اول ما تحصل لي الازمه اروح على طول للدكتور؟ يعني التوقيت بتاع الزياره، انه في ناس تفضل تعبانه سنه واتنين ما عندهاش وعي انها محتاجه انها تروح، او شايفه ان الموضوع هيعدي ومش محتاجه زياره الطبيب، تفرق في ايه الحالات اللي بتتعالج في البدايه؟ وهل ده ممكن يخليها مثلا تاخد دواء او ما تاخدش دواء، يعني على حسب ما الطبيب بيقرر، سنه سنتين ثلاثه والموضوع ينتهي؟ لانه الناس وانا برضو شايفه ان ده ما فيهوش حاجه عيب، ناس بتتخيل انه هفضل اخد الادويه مدى الحياه، ما هو مريض الضغط بياخد الدواء ده مدى الحياه، والسكر هكذا. لكن الناس تكون عايزه تاثر فتره العلاج دي اذا كانت هتدخل في الفتره دي وعندها القوه برضو انها تروح، لانه ناس كتير بتبقى ما عندهاش القوه دي. ما عندهاش القوه بسبب وصمه العار، بسبب الخوف من ان تلحق بهم صفه ان انت مريض نفسي، هي دي الفكره اللي ممكن تكون مسيطره على الناس مخليهم تمنعهم ان هم يلجأوا للعلاج بدري، ولكن كل ما بدأنا بدري كل ما كان التحسن اسرع وافضل. طالما احنا بدأنا وعينا بدري ده في قد ايه يعني؟ مجرد الوعي زي ما الدكتور قال، المريض ما بيبقاش عنده وعي قوي بحالته او رافض او عنده انكار ان هو يقول ان انا عندي مشكله مرض نفسي. اللي حواليه بيبداوا يلاحظوا تغيرات سلوكه، اللي حواليه بيبداوا يلاحظوا ان هو لا محتاج ننبهه ان في مشكله من بدري، هي دي اللقطه. انا عايز اعرف البدري والمتاخر ده، يعني لو المريض جه بعد 3 سنين من اصابته بالمرض النفسي ده كده اتاخر؟ اه اكيد.